بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام سبب من أسباب تحقيق التقوى، والتقوى قد قال عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. أعظم شيء يناله الإنسان بعد صيامه هو أن يحقق التقوى، أن يخاف من الله تبارك وتعالى. فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة العظيمة من خوفه من الله تبارك وتعالى واجتهاده في استباق الخيرات، فقد فاز فوزا عظيما. ولا خير في إنسان أدرك رمضان وصام نهاره وقام ليله ولم يحقق التقوى، أي لم يخف من الله تبارك وتعالى واتقيه لا في نهار رمضان ولا في ليله ولا في أيامه، هذا قد خسر خسرانا مبينا. وأعظم الناس خسرانا هم المنافقون، لأنهم مراؤون. وأعظم الناس فوزا وفلاحا وصلاحا هم المؤمنون المتقون الوجلون الخائفون من الله تبارك وتعالى. لهذا يتقبل الله تبارك وتعالى من المتقين ولا يتقبل من المرائين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم والمسلمين من المتقين، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.